السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التعليمية على الأجهزة الكهربائية من شركة أبناء علي أبو صلاح. وردتني في الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات عن طريقة التسجيل في تطبيق اليوتيوب على التلفاز من خلال الجوال، أو بث شاشة اليوتيوب من الجوال إلى التلفاز مباشرة عن طريق نفس التطبيق، والسؤال الآخر عن طريقة تغيير كواليتي الصورة أو جودة الصورة لتطبيق اليوتيوب على التلفاز. بخصوص تغيير جودة الصورة، فللأسف حتى الآن لم تقم شركة يوتيوب بتطوير جودة الصورة في تطبيق اليوتيوب على التلفاز. يعتمد ذلك على سرعة الإنترنت، فالبرنامج تلقائيا كلما زادت سرعة الإنترنت يقوم بزيادة درجة الوضوح. حتى لو قمنا ببث الصورة من الجوال فإن ذلك لن يؤثر في جودة الصورة. الآن نرى كيف نستطيع أن نبث صورة اليوتيوب من الجوال إلى جهاز يعمل بنظام سمارت. هنالك طريقتين. نبدأ أولا بأن نقوم بفتح اليوتيوب من الجوال. ها هو تطبيق اليوتيوب على الجوال. أولا نشاهد في أعلى الشاشة بجانب كلمة الصفحة الرئيسية مربع. هذا المربع إن ضغطنا عليه وكان هنالك في نفس المجال أي تلفاز متصل بالإنترنت على نفس الشبكة سيبحث عنه ويعطينا اسمه. الآن إذا ضغطنا عليه أعطاني شاشتين، LG WebOS TV 590، LG WebOS TV LH600. هاتان الشاشتان متصلتان بالإنترنت على نفس الشبكة وبهما خاصية سمارت، فيمكن بث الشاشة من الجهاز عليهما إذا فقط ضغطنا على اسم الجهاز. نجرب مثلا ونضغط على WebOS TV LF590Y لنشاهد. طبعا بعد أن نضغط لابد لنا من أن نقوم بتشغيل فيديو مثلا مثل هذا الفيديو وننتظر. هاي نضغط هاي كبسة المربع هنا ونختار اسم التلفاز فتبدأ ببث الصورة على التلفاز. ننتقل إلى التلفاز لنرى الصورة. نلاحظ أن الفيديو قد اشتغل فورا في تلفاز LG سمارت الذي قمنا بوضع موديله كما نشاهد بالصورة التالية. إذا كان الجهاز مغلق سيعمل ثم يفتح اليوتيوب ثم يفتح الفيديو. ننتقل إلى الخيار الثاني. ننتقل الآن إلى الطريقة الأخرى لبث الفيديو. نرجع إلى الشاشة الرئيسية ومن ثم نضغط إلى على الثلاث نقاط في الزاوية اليسرى من الشاشة هنا ونضغط على كلمة مشاهدة على التلفزيون. أولا هنالك المشاهدة المباشرة، نرى أسماء التلفزيونات في الأعلى وهي نفس خيار المربع الذي قمنا بشرحه قبل قليل. الخيار الآخر إن لم يتعرف الجهاز على التلفاز مباشرة فهنالك خيار إدخال رمز التلفزيون. نضغط عليه فيطلب منا إدخال رمز التلفزيون. من أين نحصل على رمز التلفزيون؟ كما نشاهد على تلفزيون سمارت كالتالي. من تلفزيون سمارت نذهب إلى خيار اليوتيوب هنا طبعا جميع تلفزيونات سمارت فيها نفس الأسلوب نفس البرنامج. ننتظر قليلا حتى يعمل ومن ثم نذهب إلى
الخيار اللي هنا. ثم سيتنج. ومن ثم لينك تي في اند فون. هذه طبعا من الخيار الاول. نعود من الخيار الاول هنا، نستطيع تسجيل دخولنا الى شاشه، أي الى اليوتيوب في شاشه التلفاز. نحن نحتاج الى لينك تي في اند فون، وهنا لينك ويز واي فاي، لينك ويز تي في كود. ما نحتاج هو لينك ويز تي في كود، نضغط عليها ياتي هذا الكود فنقوم بادخاله الى البرنامج كما فتحناه قبل قليل. نعود إلى البرنامج، ندخل الرمز هنا، ثم توصيل، فيتصل مباشرة يوتيوب الجوال على يوتيوب التلفاز. فنستطيع بعدها إذا قمنا بتشغيل أي فيديو هنا سيعمل مباشرة على التلفاز، لكن سنشاهد أن خيار الجودة قد أزيل من الفيديو داخل الجوال. سيزال خيار الجودة لأنه الجودة برنامج اليوتيوب فعلها حسب سرعة الجهاز، سرعة الإنترنت فقط. حتى الآن لا يوجد طريقة لزيادة جودة الصورة في برنامج اليوتيوب الموجود على التلفاز. كما نشاهد في شاشة الجوال يكون قد وضع لنا جاري التشغيل على اليوتيوب تي في، وفي جهاز التلفاز يكون البرنامج شغال. هذا الفيديو إجابة لكثير من استفسارات الإخوة المشاهدين والزبائن الكرام. شكرا لحسن استماعكم، نتقبل جميع أسئلتكم دائما، وسامحونا إن تأخرنا في إجابة بعض الأسئلة، ولكن بإذن الله سنقوم بإجابة جميع الاستفسارات لاحقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.